لكتشر 6، المحاضرة السادسة. حقيقة هاي المحاضرة تابعة إلى المحاضرة الخامسة، بس أنا قسمتها إلى قسمين لسهل الأمر لكم. إحنا موضوعنا لحد الآن في موضوع الفلاجليت. سابقا شخذنا أخذنا مجموعة السيديوبوديا الأميبيا، ثم دخلنا على موضوع الفلاجليت. أخذنا أول طفيلي من مجموعة الفلاجليت الذي هو انتستاينال باراسايت، والذي هو جياردي لامبليا، ويحتاج إلى مضيف واحد just one host، ويكون بالسمول انتستين اكزاكتلي بالديودينوم، ودورة حياته لتروفوزويد وسيست. التشخيص مالت الدايجنوسز مالت شون يكون ستول اكزام، والنقطة المهمة لا تنسوها يجب أن تعرفوها هي الانتيرو تيست الكبسول. هذا هو بالنسبة إلى الانتستينال باراسايت والذي هي جياردية لمبليا، واسم المرض جيارديازيس، واضح. هسه حاليا دخلنا على الموضوع الثاني الذي هو اليوروجينيتلي تراكس. أخذنا أيضا طفيلي واحد الذي هو تراكوماس فاجينالس. من كلمته هو يوروجينيتلي تراكس، بالجهاز البولي والتناسلي الأنثوي والذكري، واضح. بالأنثوي موجود بالجهاز التناسلي، والذكري بالنسبة إلى الجهاز البولي وأيضا التناسلي البايبيدس. هذا تراكومونوس يحتاج لكي يكمل دورة حياته to complete their life cycle just one stage الذي هو تروفوزويد. بالمناسبة الجنس مال التراكومونوس all the species just need trachomonas. التراكموس فاجينالس في شيادي موجود بالجهاز التناسل الأنثوي والجهاز البولي بالنسبة للذكري، يوريجينيتد تراكس. والدايجنوس جدا مهم بالنسبة للفيميل فاجينال سواب، واضح، ومن اليورين يورين إكزام. بالنسبة للميل يورين إكزام. هذا المختصر مفيد. ثم دخلنا على الموضوع الثالث الذي هو blood and tissue parasite الفلاجليتس. هسه حاليا راح ناخذ التيشوز الموجودة بالأنسجة والدم. بعدنا أخذنا موضوع الليشمانيا بصورة عامة كشيء مبدئي. الليشمانيا تنقسم إلى قسمين رئيسيين، الليشمانيا دونافاني والليشمانيا تروبيكا. الليشمانيا تروبيكا تنقسم إلى قسمين أيضا، ميجر وماينر. الميجر موجودة بالقرى والأرياف بالفليج، والماينر موجودة بالسيتيز، وهاي تصيب الوجه والمناطق العارية من الشعر. دونافاني أيضا تنقسم إلى قسمين، ليشمانيا دونافاني انفانتيوم وليشمانيا دونافاني تعال مرة ثانية دونافاني. هاي موجودة بالأحشاء بالليفر وبالسبلين، واضح. بس هنا لكي يكمل دورة حياته يحتاج إلى مضيفين، الإنسان والحشرة، الفقريات واللا فقريات. الفقريات الإنسان، اللا فقريات الحشرة الذي هي الساند فلاي ذبابة الرمل. هنا تلاحظ في نقطة مهمة، اللايف سايكل الملتيبليكيشن ان فيرتيبريت اند ان انفيرتيبريت اسيكشوال ملتيبليكيشن. بعض الكتب يقول لك بوث اوف ذيم اسيكشوال ملتيبليكيشن، اذا في هذه تدعى تو هوست، اتس نيد تو هوست نوت فاينل اور ديفينيتيف هوست او انترميديت هوست. الكتب الأخرى يقول لك لا، الإنسان سميه final host والحشرة سميه intermediate. برأيي الشخصي أنه just two needs two host، لا definitive host ولا intermediate host، لأن التكاثر multiplication asexual multiplication. life cycle سابقا
بالجياردية نحتاج إلى تروفوزويد سيست، بالتراكومونس فوجيناليس نحتاج إلى جست تروفوزويد. هنا بالنسبة للشمانية نحتاج إلى تو ستيج الذي هو أمستوكوت وبروميستوكوت. أمستوكوت الذي without flagellum موجود بالفيرتبريت، موجود بالإنسان exactly بالريتيكول إنديثيلر سيستم بالماكروفيتس، وبالإنسان موجود بالقط المعدن احنا نسميها بالنسبة للحشرة، والذي هو تسمى بروميستوكوت just one flagellum. هاي بالنسبة للشماني سبيشيس والذي هي الشماني دونوفاني والشماني تروبيكا. بالنسبة للتريبانوزوما تحتاج إلى أربعة مراحل فور ستيتس الذي هي أمستوكوت بروميستوكوت إيبيميستوكوت وترايبوميستوكوت. أمستوكوت بروميستوكوت و وإيبيميستوكوت وبروميستوكوت، المهم نجي عليها تفصيلية. واضح؟ أسعاني راح أدخل المحاضرة على أول باراجراف. تلاحظ بالبداية هاي الكلمة الحقيقة تابعة إلى الباراجراف السابق الفيكتور. المهم الفيكتور للشمانية سواء كان لشمانة دونوفاني أو لشمانة تروبكا هو ساند فلاي، ذبابة الرمل، ذبابة الرمل ساند فلاي. الجنس مالتها جينوس جي جينوس فليبو توماس. أنا الحقيقة أريد منك تعرف أن الفيكتور ساند فلاي الذي هو انفيرتبريت الذي هو انسكتا. نحن ذكرنا أنه يحتاج إلى تو هوست، واحد من عند الفيرتبريت أخذ مثال الهيومن، والانفيرتبريت الذي هو الفيكتور ساند فلاي. الفيكتور ساند فلاي يعني develop and multiply inside the gut of ساند فلاي. أوكي؟ الساعة راح ندخل إلى الموضوع الأول. إحنا ذكرنا أنه two species أو two genus الحقيقة. الساعة دخلنا على الشمانة دونوفاني الذي ذكرت أهم شيء هي موجودة داخل بالليفر وبالسبلين. شوف إيش مكتوب أمامك. The cause of visceral leishmaniasis. أن مسبب الفيزرال ليشمانياسيس الفيزرال أحشاء، أن مسبب الأحشاء مال ليشمانيا والذي هو ليشمانيا دونوفاني شو يسميه؟ كولد دم فيفر. هاي بالهند دم فيفر بالهند بلاك فيفر الحمى السوداء. الأسبوع القادم أو البعدة راح ندخل على الملاريا على البلاسموديوم، وأيضا راح ندخل على البلاسموديوم فالسيباريوم نسميها بلاك ووتر فيفر. إذا في هالحالة يجب أن تفرق. بلاك فيفر هو الليشمانيا دونوفاني، بلاك ووتر فيفر مجموعة الملاريا البلاسموديوم الذي بلاسموديوم فالسيباريوم. تلاحظ اسم الطفيلي لشمانيا دونوفاني، لشمانيا دونوفاني، ويسمى فيزرال لشمانيا، فيزرال لشمانيا، لشمانيا الموجودة في الأحشاء. اسم المرض دم فيفر بالهند، دم فيفر. هاي الحقيقة وأور بلاك فيفر. هاي يصير ديبيكمنتيشن بالأرجل، تصير فقدان الصبغة بالأرجل، يسموها دم فيفر أور بلاك فيفر، وتسمى غالا أزار. المحاضرة السابقة أخذنا بوست غالا أزار ديرمات لشمانياسيس. إذن اسم الديزيز دم فيفر أو بلاك فيفر أو غالا أزار. أكثر شيء تجيك بالامتحان أو الامتحان وزاري أكثر كلمة تجيك قال أزار،
والبعدها دم فيفر بالهند أتوقع قليل تجي، وبلاك فيفر شوية سواحة طالب يخربط ويا بلاك ووتر فيفر. إذن لشمانة دونوفاني وير إز بريزنت بالفيزرال أوف هيومن فيزرال لشمانياسيس. أوكي ذا كوز أوف فيزرال لشمانيا دم فيفر أور بلاك فيفر قال آزار. Distribution, where is present, وين موجود بالعالم. All worlds, باستثناء أستراليا. Really I don't know. All worlds, except أستراليا. يجوز لأن قضوا على الحشرة أو الحشرة ما تعيش بأستراليا. لأن هذا الطفيلي ما يكون موجود إذا ما الحشرة موجودة. هذا الطفيلي ما يكون موجود إذا ما الحشرة موجودة. والذي هي sand fly. All worlds, except أستراليا. جميع البلدان العربية all Arabic include middle and south of Iraq موجودة وسط وجنوب العراق، حتى الحقيقة حسب ما ذكروا بالشمال أيضا موجودة بالمستنقعات. لأن هاي وين يكون موجودة بالعراق؟ يكون وين تكون المستنقعات، وين تكون المستنقعات. All the world except Australia all Arabic included middle and south of Iraq. واضح. الجنرال مورفولوجي أنا ذكرت أن هي هذا الطفيلي يحتاج إلى two states two forms، واحد من عنده أمستوكوتس ويكون عليه بيضوي الشكل وبينيوكلس بالداخل without flagellum بدون flagellum، بس بالداخل موجود عندنا الفلاجل الذي هو بالداخل إحنا نسميه أكسونيم، والآخر يكون مغزلي الشكل spindle shape وبي one flagellum يبرز من أمام لنيوكلياس. نجي عليه وأتوقع الصور موجودة. Found as amastocoid in vertebrate موجود على شكل amastocoid وين بالvertebrates الذي واحد من عندهم هو الهيومن. 2 إلى 4 مايكرون أوفال أو راوند شيب، يكون أوفال شيب أكثر من راوند شيب. Found as amastocoid in vertebrate يعني في الفقريات 2 إلى 4 مايكرون أوفال أو راوند الشيب يحتوي على واحدة نيوكلياس. ثم الكاينيتوبلاست أي كلمة جديدة ما تجيك الامتحان، بس هي موجودة أمام النيوكلياس الذي هي البروتينات المنشأ مال الأكسونيم والفلاجيلم and embedded flagellum، ومنه فلاجيلم يقول لك embedded flagellum يعني فلاجيلم بالداخل. نحن ذكرنا أنه ما موجود فلاجيلم بالأمستكوت، بس هنا نسميه بالداخل نسميه أكسونيم. واضح. هذا هو موجود بالفيرتبريت بالإنسان ايش اسمه أمستكوت. الثاني برومستكوت موجود وين بالفيكتور بالناقل. من هو الفيكتور؟ ساند فلاي. والفيترو كالتشر هاي من أثناء التجارب في الشيء اعتياد الحجم ضعف أضعاف حجم الأمستكويت with a free flagellum. إذن بصورة عامة الليشمانيا دونوفاني أو التروبيكا يحتاج إلى two states أو two forms، واحد من عندهم أمستكويت without flagellum وموجود بالفيرتبريت بالإنسان، والآخر spindle shape مغزلي الشكل سميه برومستكويت وcontain just one flagellum. Okay. أنا ذكرت بس هاي موجودة من كتاب الناقلي أنه الحقيقة يحتاج إلى two hosts، وأنا الحقيقة ما مقتنع بكلمة intermediate host بس يسمى، لأن الحقيقة بالساند فلاي بلوتوموس لو ترجع للأوليات أن development والmultiplication يكون asexual multiplication تكاثر لا جنسي، وبالفيرتبريت يعني الامستكوت ايضا asexual multiplication، بس مكتوب سواء كتبت intermediate host sand fly او كتبت just host انا ما اذكر ما يعني اقول لك اوكي. والفاينال definitive host الفيرتبريت الذي هو الانسان human being. سايت اوف لوكيشن وين موجود داخل جسم الانسان، هاي نقطه مهمه لازم تعرف سايت اوف لوكيشن او نذكرها الهابيتايت
in the human being, بداخل جسم الإنسان بالريتيكولو إندوثيليال سيستم الذي هي الماكروفيس. ريتيكولو إندوثيليال سيستم بالماكروفيس، واضح؟ إذن يحتاج إلى two states to complete their life cycle: a mastocoid invertebrate, promastocoid and invertebrate, الذي هي sand fly. Site of location أو peptide in human beings بالماكروفيتس. The transmission zoonotic parasite يعني ينتقل من الإنسان إلى الحيوان ومن الحيوان إلى الإنسان. Zoonotic parasite خصوصا بالنسبة إلى الدوكس. From animal to man and from man to animal عن طريق الفيكتور. يعني فيكتور يعني عندك ساند فلاي إذا أخذ blood meal من الأنيمالز كمثال من الدوكس، وبعد فترة إذا أخذ الميل من الإنسان ينتقل المرض الطفيلي إلى الإنسان. الإنكوبيشن بيريود 2 إلى 4 months، تقريبا شهرين إلى 4 أشهر. الكلينيكال سيمتومز نحن ذكرنا دونوفاني وير إز موجود، ذكرت أنه موجود بالليبر وبالسبرين ويصير إنلارجمنت، يعني هو مخزن الدم. كلينيكال سيمتومز هيدكس، فشعة يعني فيفر، ارتفاع شديد في درجة الحرارة، هيباتوميغالي، تضخم في الكبد، هيباتوميغالي، سبرينوميغالي أو إنلارجمنت أوف سبرين آن ليفر، إنلارجمنت أوف سبرين آن ليفر، كيفك؟ هيباتوميغالي، سبرينوميغالي، أنيميا، فشعة هذه يتغذى على الكريات الدم البيض، وهيدك، ويكون الإنسان ما مرتاح، فشعة هذه يصير فقر دم، أنيميا، ويجوز نوصل إلى الدياريا، وإلى إيمازيشن، ويصير بليدنج نزيف، إنيميوكس ممبرين، أوف ليبس أند نوز، ليبس الشفاف بالفم، والنوز بالأنف. واضح؟ راح أذكر محاضرة هذا البرغراف. يحتاج إلى مضيفين، واحد الساند فلاي هنا ذاكر انترميديت هوست، وهوست لأن أسكشوال مالتيبليكيشن، والفاينل هوست فيرتبريت الذي هو الإنسان. سايت أوف لوكيشن ريتيكولو إندوثيليال سيستم الذي هو الماكروفيتس. إذا عرفت وير إز ليفينج إن ذا هيومن بالماكروفيتس ذاتس أوكي، مثل ما الليفر مثل ما حالنا عندنا الكورونا تعيش بالماكروفيتس. Transmission zoonotic parasite. The disease transmitted from human to animals and vice versa. والعكس صحيح. أنا الباثولوجيست اختصرتها لأن ما لكم علاقة بهم، لأن أنتم تحليلات وليس أطباء. فترة حضانة المرض incubation period 2 to 4 micron. Clinical symptoms headache, fever, hepatomegaly, سبرينوميغالي، أنيميا، دياريا، بليدينج، إنيميوكس ممبرينز أوف ليبس أند نوز. It's okay. إحنا على أي موضوع تكلمنا؟ نتكلم على موضوع ليشمانيا دونوفاني. كتكملة، هيباتوسبرينوميغالي يعني من يصير تضخم في الكبد والسبلين، والما ياخذ الكبد والسبلين يعني خلينا نقول عمل الوظيفي الاعتيادي، فالشيء اعتيادي يكون لوس اوف ويت. انا ذكرت حقيقه بدايه الامر ذكرت انيميا، ثم بعد الانيميا يصير ديهايدريشن ولوس اوف ويت، واخر شيء اذا ما يتعالج تو ديث. الباراسايت ترجع يقول لك موجود بالكبد، فاوند ان ليفر، سبلين، الغدد اللمفاوية، بون ماروس، ميوكس ممبرين أو فينتستين، سام أذر أورجنز، بس أهم شيء بالسبلين وبالليفر. أهم شيء بالسبلين وبالليفر. You have to know it. Okay. The parasite found in liver, spleen, lymph nodes, bone marrow, mucous membrane of intestine and some other organs. أهم شيء أنت عندك ليفر and spleen. Hepatomegaly وسبلين ومدالي. تشخيص المرض، diagnosis،
بلاد سميرس، تاخذ سواب العفو بايبسي من الليفر، من الطحال، من البون مارو، وتصبغه بالجيم سيستين. إذن بلاد سمير بايوبسي فروم ليفر أو سبلين بون مارو، وتصبغه ستاند وي جيم سيستين. شو راح تشوف؟ راح تشوف داخل الفيرتبريت، راح تشوف الأمستكوت البيضوي الشكل. وانا ذكرت باي فحص سيرولوجيكال تيست ايمونولوجيكال تيست، هنا منطيك مثال فلوسنت انتي بودي تيست، بريسبتيشن تيست، اند هيموجلوتيشن تيست، وحده من عندهم تحفظها. بايوبسي في اي عاده اذا بالتجارب يعني بالبحوث فايبو كلتشر اند انفيتو كلتشر، تستخدم نيوترينت كلتشر الذي ما أذكره، والحقيقة 1640 نوفي بكولا أن مكنال كالتشر، المهم أي هو كان كالتشر يوزد كالتشر. إذن دايغنوسز عندنا بلاد سميرز، تأخذ بلاد سميرز وتأخذ بايوبسي فروم ليفر سبلين أو من بون مارو وستينينج وذ جيم سيستين. سيرولوجيكال تيست تستخدم أي واحد عندهم بي سي آر، اللايزا، فلورسنت، هيموغلايتيشن تيست، اندايكت هيموغلايتيشن تيست، بريستيشن، جيل ديفيوزن، اي واحد عندهم يفحص. تاخذ السيروجيكال يعني تاخذ البلاد وتسوي سنترفيوجيشن وتاخذ السيرم وتفحص، وتقدر تضمه في المجمده اندر 20 ديجري سنتيدجري. بايوبسي مثل ما ذكرت من الليفر او سبلين، ان فايفو اند ان فيترو، تستخدم كلتشر وتقدر أن تبحث. Okay. Epidemiology. يقول لك الإبيديمولوجي أو ياها. There are three races of Gala Azar. نحن ذكرنا نبوز Gala Azar دينوال ليش ما نعسيد. واحدة سميها Mediterranean يعني مناطق البحر الأبيض المتوسط Gala Azar، والأخرى تسمى إنديان غالا أزار، وسموا أيضا بوز غالا أزار ديرمال ليشمانياسيس مثل ما موجودة بالسطر الثاني، والسودانيس غالا أزار. أحفظ أهم شيء بوز غالا أزار أو ديرمال ليشمانياسيس. There are three races of غالا أزار، that is Mediterranean غالا أزار الموجودة بالشرق الأوسط، بالإنفنت وانشليدرن، موجودة بالإنفنت يعني الرضع والأطفال غالا أزار، وموجودة بالشرق الأوسط، وريزيروار هوست أردوكس. المهمة كلاسيكال الذي هي الاعتيادية إنديان غالا أزار وريزيروار هوست إذ أنهم أكو واحد يقول لك القردة، واحد يقول لك الدوكس، وتسمى بوز غالا أزار ديرمال ليشمانياسيس. السودان قال أزار أزار ليفت. التريتمنت أنتوموني بريباريشنز، والثاني ما أذكر الحقيقة موجود أمام النيو ستابسون أندريس تشين. عندنا الموضوع أن احنا ذكرنا الليشمانيا أنا تحتاج موجود عندنا اثنين، واحدة الليشمانيا دونافاني الذي هي موجودة بالأحشاء بالليفر وبالسبلين، والثانية الليشمانيا تروبيكا. الحقيقة هذه قسمتها إلى ولو ما موجودة، المهم الغافتنويت موجودة بالأطفال وبالبالغ. الليشمانيا دونافاني موجودة بالبالغين، والليشمانيا دونافاني انفنتم موجودة بالتشليدن، نحن نسميها ميديتيريان غالا أزار. أهم شيء وين موجودة؟ موجودة بالليفر سبلين. الليشمانيا دونافاني، الأمستوكويت بالهيومان، بروميستوكويت بالفيكتور الذي هو ساند فلاي، ونفس الشيء بالنسبة سنجي على الليشمانيا تروبيكا. The cause of oriental leishmaniasis، oriental الشرق الأوسط، the cause of oriental leishmaniasis أو Oriental sore or cutaneous leishmaniasis
أهم شيء عندك كيوتينيس لاشمانياسيس، يجب أن تعرف كلمة كيوتينيس لاشمانياسيس. هناك شعرفنا دم دم، بلاك فيفر، واضح؟ هناك كيوتينيس لاشمانياسيس أو رنت السور، السور على الحبة، تكون مفتوحة الحبة، يكون يعني شوف الجرانيليشن تيشو. إذا عندنا الكوس أوف ديزيز لاشمانيا تروبيكا، ذا نيم أوف ديزيز أوف لاشمانيا أورنتال سور أور كيوتينس لاشمانياسيس. أكثر شيء إذا تجيك كيوتينس لاشمانياسيس، شلون تكون موجودة الستريم مالتها؟ اثنين، لاشمانيا تروبيكا ميجر، لاشمانيا هاي خطأ، تروبيكا ماينر. هذه ميجر موجودة بالفيليجز، تكون ويت مويست لاشمانياسيس سور، تكون الحبة مالتها مفتوحة وتكون رطبة، وهي تنتشر من منطقة إلى منطقة لأن الإنسان يحكها إتشينج وتنتقل. لاشمانيا تروبيكا ميجر كوس ويت أور مويست لاشمانياسيس سور، هاي وين موجودة؟ بالفيليجز. لاشمانيا تروبيكا ماينر والتروبيكا خطأ كوس دراي سور، تكون يابسة، دراي سور، دراي سور. إذا عندنا سب سبيشيز أو لاشمانيا تروبيكال، لاشمانيا تروبيكا ميجر، لاشمانيا تروبيكا ماينر. أي هو المور أكتف أو مور دامج إن ذا هيومن؟ لاشمانيا تروبيكا ميجر، لأنه يكون ويت أور مويست لاشمانياسيس، والثاني لاشمانيا تروبيكا ماينر كوس دراي سور. أيضا وين موجود؟ بالمكروفيز. هناك المكروفيز وين كان موجود؟ بالنشمانيا دونوفاني، موجود بالليفر وبالبون مارو وبالسبلين. هنا أنا موجود الميكروفيز بالسكين، بالسكين، بالإيبيديرمس، بالديرمس. الإيبيديرمس يكون قليل، نادر ما يكون لأنه ميت، بالديرمس والصب ديرمس. تذين أنت جلدي ينقسم لعدة أقسام، ثلاث أقسام، إيبيديرمس، ديرمس، وإيبيديرمس. فبالديرمس وإيبيديرمس الميكروفيز، واضح؟ الديستريبيوشن كل الدول يعني موجودة، الساند فلاي وانتر والفانيل هوس الإنسان. إذا راح أعيدها، لشمانيا تروبيكا the cause of oriental leishmaniasis، لشمانيا من الشرق الأوسط أو المناطق الدافئة، oriental leishmaniasis، oriental sore حبة الشرق الأوسط، أو cutaneous leishmaniasis. أنا أميل إلى cutaneous leishmaniasis لأنها هي موجودة في منطقة الجلد. السترين this parasite found in two races two strains one leishmania tropica major causes wet or moist leishmaniasis sore. هذا ذكرت موجود بالفيليجز، المفروض كان اكتب بالفيليجز. تكون المهم الحبة تكون ألسر وتكون wet أو moist، واحد يحكها تنتشر من منطقة لمنطقة لأن يشويها بها الأمستكويت، فينتقل الأمستكويت من منطقة لأخرى. والليشمانيا تروبيكال ماينر كوسز دراي سور، سايت اوف لوكيشن بالماكروفيتس، ريتيكيولو انثيليس سيستم بالماكروفيتس اوف ذا سكين. ديستريبيوشن ان اربك كانتري اند اسيا اند افريكا. انترميت هوست انا ذكرت ساند فلاي والفاينل هوست مان، والمفروض تكتب هنا هوست اند هوست لان الملتيبليكيشن بوث اوف ذيم ار اسكشوال ملتيبليكيشن، فقط للعلم. مش ما تكتب أنا راح أذكر لك صحيحة. نجي على ريسيوار هوست، دائما هو يكون الدوكس والردنت هذه في الشعتياري، هذا يكون الخازن، يعني كمثال واحد عنده الدوك دائما يكون خلينا نقول في صف المستنقعات يشرب ماي أو كذا أو القطيع، فينتقل المرض من الدوكس أو الردنت إلى الإنسان. باثوجينسيتي يعني كلينيكال سيمتومز، ما أطالبها بس يعني يجب أن تعرف أنها يكون أسف في منطقة الوجه والإيد. After incubation period from many days to the incubation period، نحن ذكرنا هناك فرموس from many days to many months، يعتمد على الإميونتي مال الهيومان، يعتمد على الدوز اللي دخلت داخل جسم الإنسان، أشياء عدة تدخل. وهاي الحبة شلون تكون؟ ريديش، تكون حبة بابيول، تكون الست مالتها أو ذا بايت
المنطق مالته منطقة العضة مع الحشرة. السكين يكون إتشينج حكة ويصير ألسر تقرحات وتنتشر ديفيوس وتصبح نسميها كيوتنس لاشمانياسيس. الهيلث مالتها ثم بعد ذلك فترة then health with not pigment with not pigmented scar وتترك آثار سكار ندبة على الوجه. سابقا كان يذكر يقول لك الليشمانيا من واحد يصاب يصير عنده permanent immunity، حاليا يقول لك يعني يجوز ينتقل المرض، يقول سترين تغير فيجوز يصاب مرة ثانية. وأكثر شيء بالليشمانيا ليشمانيا دونوفاني اللي نحن نسميه depigmentation وتسمى بوزغالا أزار ديرما ليشمانياسيس. الفاكسينيشن موجود فاكسين for pertussis but there is no cross immunity between two types of disease. موجود فاكسين بس فاكسين ما ينطي 100%. معيدها reservoir host dogs and rodents الكلاب والقوارض. reservoir host dogs and rodents. clinical symptoms فترة الحضانة after incubation period from many days to many months، وأنا ذكرت تعتمد على عدة أشياء. أهم شيء عندنا مناعة الجسم، الدوز دخلت إلى داخل جسم الإنسان، الحبة شلون تكون هاي البابيول، النود السويلينج تكون ريدش بابيول عبارة عن منطقة شلون مثل ما نحن نسميها الإكزيما وكذا، ريدش بابيول حبة على منطقة عضة الحشرة found at the site of the bite of insect على منطقة عضة الحشرة. the skin وعلى skin with itching مع واحد يحكها لأنه في شيء اعتيادي وفي شيء غير طبيعي with itching ثم تتحول إلى ألسر لأن أثناء الحكة القباء الخارج خلينا نقول الوول يصير دمج فيصير ألسر. وبعد ذلك اللي ذكرناه نحن بالليشمانة تروبيكا ميجر تنتشر من منطقة إلى منطقة في أكثر شيء في منطقة الوجه. وهاي كيوتنس ليشمانياسيس بعد فترة يصير هيلينكس يعني يصير هيلينكس يرجع طبيعي بس يترك ندبة بيكمنتد سكار على الوجه أو على منطقة الإذراع. الاميونتي استرال اميونتي انا ذكرت ايام زمان يقول لك ثاني بيرمنت اميونتي، حاليا يقول لك تصير بها مناعه بس بعض الاحيان يصاب نحن نسميها الحقيقه ديبيكمنتيشن يصاب يقول لك سترين مال الطفيل يتغير. فاكسينيشن ذير از فاكسين فور بوث فيسز يقول لك اكو فاكسين فور بوث فيسز بس ذير از نو كروس اميونتي بتوين تو تاش اوف ديز لكن ماكو فد علاقه يعني كل واحد له خاص. تشخيص سكين بابيول سمير انت هاي السكين الذي هي الألسر موجود تحكها وتكسير كيوريتينكس شيء معقم واذا كان عليها كمثال في الشيء اصفر الذي هو اكسوديت او باس يتنظف لان هذا يكون ببكتيريا وبعد ذلك تأخذ نموذج تخليه بالسلان وتصبغه بجامسستين أو ليشمانستين. سكين بابيول سمير سكين بابيول سمير يعني المنطقة تسوي لها كوريتينج تنظيف تعقيم بعد ذلك كوريتينجز يشيل المناطق الذي هي تكون أصفر يطلع يخرج لك الشيء الوردي الذي هو جرانيوليشن تيشو الأنسجة النامية فتحكها تاخذ نموذج تخليه بالسلاين وتفحصها تحت الجمسة او الليشمانياسيس ويصير دايجنوستيك ستيج اكزامينيشن سوري وانفايت وان فيترو كلتشر الكلتشر هاي اهم شيء سكين بابيول سمير ستينينج وذ جمسة او الليشمانياسيس وذكرت هي عندك كمثال مثل ما جرح هنا الندبه مالتها أول شيء تنظفها من البكتيريا لأنه يكون كمثال قديم يومين أو ثلاثة يصير عليها بيورين
اكسوديت يكون ابيض او اصفر متجبن ما زي متجبنه، تشيله هذا بعد ذلك تحكها وتخليها بالسلام وتفحصها تحت الجمسستين. نحن نسميه سكين بابيول سمير. يعني اذا جتك بالامتحان تقول تيك سامبل فروم بابيول وير ذا شو يقول عليه ذا ساندي فلاي بايتينج، من منطقة الحبة التي تكون عبارة عن سموها سور أو سموها بابيول أو سميها سويلينج، تاخ من هاي المنطقة. واضح؟ آخر موضوع الذي هو لشماني برازيلنسيس. لشماني برازيلنسيس احنا خدنا الموضوع الأول لشماني دونافاني، الموضوع الذي لشماني دونافاني وموجود بالليفر والسبلين وفي هيومن، واخذنا الليشمانيا تروبيكا والذي موجود بالمكروفيس بالسكين بالوجه وعلى المناطق العاريه من الارمز. حاليا ناخذ واحده ما مهمه يعني، بس ما اعرف بس تحفظ لي كلمتها اسبانديه، الليشمانيا برازيلنسيس. هذه تكون الحقيقه الاصابه مالتها تكون اكثر دينجرس من الكوتنس ليشمانياسيس، لان الحشره الذي هي الطفيلي الامستوكود تدخل الى داخل الهايبوديرمس، شوف داخل الى ميوكو كيوتنس ليشمانياسيس. يعني اذا جتك كمثال يقول لك رايت ذا نيم اوف باراسايت كيوتنس ليشمانياسيس، كيوتنس ليشمانياسيس ليشمانيا تروبيكا، فيزرا ليشمانياسيس ليشمانيا دونوفاني. إذا ميوكو كيوتنس ليشمانياسيس ليشمانيا برازيلنسيس، ثلاث أشياء عندك يجب أن تعرفها، راح أعيدها. إذا جتك بالامتحان يقول لك كمثال اذكر الديزيز، الديزيز كمثال جاك الديزيز ليشمانيا كمثال كيوتنس ليشمانياسيس، تذكر ليشمانيا تروبيكا. إذا يذكر ليشمانيا دونوفاني ليشمانيا سوري فيزرا ليشمانياسيس، ولا ميوكو كيوتنس ليشمانياسيس ليشمانيا برازيلنسيس، وين موجود؟ ساوث اند سنترال امريكا، ايضا بالتكولار اندوثيليال سيستم بالماوث وبنس، وين ما موجود الماكروفيتس زونتيك ديزيز والفيكتور ايضا ستاند فلاي. بس هاي كلمة احفظها ما عرفت تجيك، انا بالنسبة لي ما اجيبها لك، بس هي اسبونديا، اسبونديا بجوز اجيبها لك هم اسبانديا لانها كلمه اسبانيه، الليشمانيه الذي هي ميوكو كيوتنس ليشمانياسيس او تذكر ليشمانيا برازيلنسيس. واضح؟ راح اعيد من البدايه، ليشمانيا برازيلنسيس ذا كوز اوف امريكان ليشمانياسيس، ذا كوز اوف امريكان ليشمانياسيس الذي هي ميوكو كيوتنس ليشمانياسيس اسبانديا، ميوكو كيوتنس ليشمانياسيس. احنا هناك ذكرت تكون بالطبقة الأولى والثانية من الجلد، هنا راح تدخل إلى الطبقة الثالثة. نحن ذكرنا أن الجلد السكين يتكون من ثلاث طبقات، إيبيدرمس ديرمس وهايبيدرمس، هنا يدخل إلى الكيوتنس ليشمانياسيس. الإيبيدرمس يكون سكانتي أوف بلاد فيزلز، يكون قليل بالأوعية الدموية تقريبا، يعني يكون شو نقول ما به المهمة أو عدمه، ما أذكر الكلمة. بعد ذاك الدرمس بي أيضا، بس أكثر شيء بالهايبوديرمس. إذا يكون بالنسبة لشمانيا تروبيكا يكون بالكيوتنس ليشمانياسيس بالدرمس، هذا لشمانيا برازيلنسيس يكون درمس أند هايبوديرمس، ويدخل إلى العمق. وهذا يكون الحقيقة بعض الأحيان يصير دمج بالنسبة للنوز، دمج بالنسبة للليبس، يعني يكون محلال للأنف ومحلال للأنف. أكو صور بس ما طلعتها لكم لأن أتوقع شايفيها سابقا. ليشمانيا برازيلنسيس ذا كوز أوف أمريكان ليشمانياسيس ميوكو كيوتنس ليشمانياسيس، ميوكو كيوتنس ليشمانياسيس يو هاف تو نو إت، وتسمى بالإسباني إسبانديا. ديستريبيوشن ساوث أند سنترال أمريكا، سايت أوف لوكيشن أيضا بالميكروفيزيك بالمكروفيس، زونتك باراسايت زونتك ينتقل من الريزرفوار هوست الذي هو كمثال مثل ما ذكرت دوكس اند رودنت، والفيكتور ايضا ساندي فلاي. شكرا.